إذا أتكلم قليلا، لا أعرف كم بقي من الوقت، ولكن التقويم المبني على المعايير وبسرعة شديدة، هنا حلاوة المعايير، هذه العدالة التي فيها. لا أدرس شيئا وأمتحن شيئا، كم مرة ونحن طلاب قلنا، ولليوم أسمعها من بعض الطلاب، درست شيء ولكن امتحنونا في شيء آخر. حلاوة المعايير أن التقويم مستند تماما إلى ما تعلمه الطالب من معايير ومؤشرات أداء. فمثلا من معيار البحث العلمي لنفرض، مؤشر الأداء هو يطرح أسئلة تتعلق بالموضوع المدروس في الصف أو بمواضيع تهمه شخصيا. فالاختبار أو المهمة الاختبارية تكون بعد أن سمعت نشيد عمي منصور النجار، سأل سؤالين عن عمي منصور ولدينا شبكة أداء روبريك. دون المعيار لم يطرح أي سؤال، يقترب من المعيار طرح سؤالاً واحداً، على المعيار طرح سؤالين المطلوب يعني، يفوق المعيار 3 أسئلة أو أكثر. فجداً واضح ما في مجال للشخصية، يعني مش اليوم أنا زعلانة أقول لا ما عملت كويس للطالب، ففيها هذه العدالة، ويرى هذه الشبكات قبل أن يبدأ، يعرف الأداء المتوقع ما هو، وضروري جداً هذا.